أرحب بكم مجددا مشاهدين الكرام، كما يطيب لي أن أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ طالب محمد الشيحي، مستشار الشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. يا مرحبا وسهلا، أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ، سعداء بوجودك معنا اليوم. يوم حافل عندك بعد خطبة الجامع الشيخ زايد اليوم، فضيلتك متواجد أيضا معنا هنا. لك الشكر وللمتابعين والمشاهدين، نسأل الله عز وجل في هذا اليوم العظيم الذي جمع الله عز وجل فيه الخيرين، يوم الجمعة ويوم عرفة، فضلان اجتمعا في يوم عظيم، هذه رحمة إلهية ومنة وربانية سبحانه جل وعلا. والله نسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. اللهم آمين. يعني فضيلة الشيخ، يعني أنا ببتدي معاك بما تفضلت به يعني للتو، عندما يكون يصادف يعني اليوم هو خير الأيام وقفة عرفة، طيب عندما يصادف أن وقفة عرفة مع يوم الجمعة، هذا يعطيها خصوصية أكثر ولا؟ صحيح، حتى بعضهم يعني أهل العلم يقولون هو له أحرب الإجابة، أحرب الإجابة في هذا اليوم، لأنه اجتمع فيه هذان اليومان، هو يوم عرفة، ويوم عرفة هو خير يوم، ويوم عرفة يعني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحرى يستجاب فيها الدعاء في يوم عرفة. تأتي أنت في يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فأنت جمعت بين أمرين، وجمعت لو لاحظت معي ذكرين عظيمين في هذا اليوم. خير ما قلت أنا والنبي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ذكر، وهو خير ما قاله ليس فقط الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى الأنبياء، لأن الأنبياء كانوا يحجون. يعني هذا مسجد الخيف اللي فيه منى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه 70 نبيا، هذا المسجد اللي عند الجمرات، دل على أن حتى الأنبياء كانوا يأتون في هذا اليوم مع هذا الذكر الذي هو أعظم ذكر، هو لا إله إلا الله، أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر إلهي وحث إلهي، صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة. وهذا اليوم حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أن نصلي عليه، وصلاتنا عليه وسلامنا عليه معروض عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. في يوم الجمعة الأعجب، شوف التهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر، وأنت حينما تذكر الله سواء كنت مهللا بلا إله إلا الله أو مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، رب العزة جل وعلا يذكرك. إن ذكرت ذلك في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإن ذكرت ذلك في ملأ، أنت في بيتك مع أهلك مع الزوج مع الزوجة مع الأرحام، يا جماعة كبروا اذكروا الله، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت ذلك الفضل، الله عز وجل يذكرك ومن معك عند ملائكته، هذا فضل. طيب أنت الآن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ملائكة يوصلون هذه الصلاة وهذا السلام إلى خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهناك ملك موكل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إن فلان ابن فلان يسلم عليك. الله. فأنت تذكر عند الله، عند الله وعند رسوله، عند الرسول صلى الله عليه وسلم بذكرك بالتهليل والتكبير والتحميد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وهو كما تفضلت فضيلتك للتو، هي خيرين في خير واحد، يعني وقفة عرفة اليوم العظيم هذا في يوم الجمعة أيضا يوافق، فهو فرصة أيضا للتزود من الذكر والتهليل والتحميد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني يوم عرفة كيوم عرفة، عندما نذكر محاسن هذا اليوم، يعني هو في العشر التي ذكرت، يعني عندما أقسم بها رب العالمين، هي كان مقصود فيها العشر من ذي الحجة فضيلة الشيخ. صحيح، يعني هي والفجر وليال عشر، على خلاف بين المفسرين هل هي الأيام الأواخر من رمضان أم هي العشر الأول من ذي الحجة. قال العلماء هي العشر كما قال ابن عباس وبعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم، أنها هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. من ذي الحجة يكفي شرف، يعني شوف أنا أقول يعني هؤلاء الحجاج هنيئا لهم، رب العزة جل وعلا أعطاهم تلك النعمة العظمى وجعلهم وفدا له وضيفا ضيوفا عنده، والله عز وجل الآن يباهي بهم وهم في ذلك الموقف، في ذلك في تلك الأرض الطاهرة في عرصات عرب.
أنا أقول نحن قلوبنا مشتاقة لذلك المكان، والله الأفئدة تتلهف إلى أداء لأداء ذلك النسك. فرب العزة جل وعلا كذلك قال تعال، أنت تبغى الحج لكن لم يتيسر لك ظرف العمل، ظرف الأهل، ظرف المرض، ظرف المال. حتى الآن قوانين جديدة تسن من حج لا يستطيع أن يحج إلا في غضون 10 سنوات. عجيب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. الله. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال العلماء الآن العبادة في هذه الأيام أعظم أن في العشر الأواخر من رمضان. قالوا هنا إن كان لك من عمل فأظهره الآن، ولذلك هم سيقفون وهم سيؤدون. تعال أنت كذلك ستؤدي صلاتك، ذكرك، استغفارك، برك بوالديك، صلاة الرحم، حتى الأعمال التطوعية التي تؤديها أنت سواء كان في عمل، في إعلام، في صحة، في أمن، في أي مكان، هذه تحس يعني الإنسان يحتسبها، هذه من العبادة. خير الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنفعهم للناس. الإنسان ييسر للناس إما علم أو توجيه أو إرسال كلمة أو في صحة أو في أمن أو في غير ذلك، هذا يؤدي عمل. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه سفر وكان معه الصائمون وكان معه المفطرون، الصوام من التعب سقطوا فقام المفطرون، نصبوا الخيام، أوقدوا النار، وضعوا القدور، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني المفاطرين ولكنهم تمكنوا من خدمة الناس، لأن كل خدمة وكل عمل تقوم به هو يعني حسب النية يحتسب. صحيح. إلى وجه تعداد القائمين على هذا العمل قد يصل قرابة، يعني في الموسم يصل إلى قرابة 500,000. أعمال مهولة. ماذا يجب علينا كمسلمين تجاه المملكة العربية السعودية وتجاه ما تؤدي وما تقدم لضيوف الرحمن؟ يقول صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجد ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الملك سلمان والقيادات السابقة وبمتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والجهود المبذولة من قبل القائمين حقيقة، سواء كان في جانب الأمن وسواء كان في الجانب الصحي أو الجانب التقني أو غير ذلك من الجوانب، الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم وأوقاتهم وأموالهم لخدمة ضيوف الله سبحانه جل وعلا، نرى إمكانيات هائلة وجهود مبذولة ليل ونهار. يأتيه موسم رمضان ومئات الآلاف يتوافدون إلى بقعة أصغر من بقعة أداء نسك الحج، ثم بعد ذلك يأتي بعدها بكم شهر والناس يتوافدون باختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم وعراقهم وأشكالهم وألوانهم وطبائعهم، كذلك يجتمعون في بقعة محدودة شرعية، ثم بعد ذلك ترى تنظيما وترى بذلا وترى اهتماما وترى متابعة، حقيقة يشكرون عليه. ونحن كيعني سواء كانوا حجاج أو غير حجاج علينا أن نقدر ذلك، أن نقدر ذلك بالدعاء لهم ونقدر ذلك بشكرهم، لأن حقيقة ما يتم. صحيح. بذله هناك فضيلة الشيخ يعني هو قارنا ولا يجوز التشبيه، ولكن هي من باب المقارنة لتقريب المسألة لعقول كل من يتابعنا. أكبر مونديال في التاريخ كان تعداد من حضروه تقريبا 2,000,000. الحج سنويا أكثر من 2,000,000. صحيح. سنوي دائما أكثر من هذا، ناهيك عن المعتمرين وهذا، وإدارة حج تتكلم عن حج في منطقة ضيقة جدا، وكما تفضلت من جميع دول العالم. دعني أعود معك إلى فضل هذا اليوم، يعني العشرة من ذو الحجة، الحج يعني عرفة هو أهم ركن من أركان الحج، وأركان الحج لو نعرج عليها فضيلتك، وما الذي يتبع يوم عرفات والوقوف بعرفة؟ هو يوم عرفة يوم عظيم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فهذا اليوم الله عز وجل أنعم فيه على الإنسانية كلها، على الحاج أتى به لذلك الموقف والله عز وجل يباهي به ويغفر ذنبه، ولغير الحاج من لم يحج فيقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال صيام يوم عرفة
يكفر السنة الماضية وسنة قابلة. يعني أنت في صيام هذا اليوم شوف السنة الماضية ذنوبك كلها تمحى. لو زيادة على ذلك أن حتى إلى العام القادم وكذلك الذنوب سوف الله عز وجل يعني يسامحك بها ويعفو عنك. يعني هذا فضل وهذه رحمة. وزد على ذلك الدعاء مستجاب، وزد على ذلك التكبير، وزد على ذلك أنها في أيام كما تفضلت أنها في أيام العشر الأول من ذي الحجة، وزد على ذلك هي في أشهر الحرم. ذي الحجة من أشهر الحرم، وأشهر الحرم أي حرم أي أشهر حرمها الله عز وجل، عظم الله من قدرها ومكانتها، لا قتال فيها ولا حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية كانوا يعظمون. يعني كان حتى الأسماء ذو القعدة يقعدون في حين القتال، وذي الحجة يعني الحج، ومحرم يحرمون عن أنفسهم. يعني حتى المسميات وضعها فيما يدل على أعمالهم هم يؤدونها، أو مسميات على وصف معين. ولذلك نحن السعيد من وفق للخير، وأنا أقول لا عذر لأحد في هذه الأيام. إن لم تكن حاجا فلا عذر لك، حتى لو بمجرد تحرك اللسان بالتكبير والذكر، فعلى الإنسان أن يسخر وقته فيما يعود له بالفائدة، وهي تسهيل من رب العالمين. لكن اليوم وصل الحجيج، هم تحركوا بالأمس يوم التروية، تحركوا يوم التروية تحركوا وصولا إلى جبل عرفات. ما الذي يحدث، ما الذي حدث من الأمس إلى اليوم، وما الذي سيحدث إلى الغد؟ شوف هذه أسماء أيام الحج. اليوم الثامن يسمي يوم التروية، يوم التروية. يوم التاسع هو يوم عرفة. يوم العاشر هو يوم النحر. الحادي عشر يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني. هذه أيام الحج. يوم التروية كانوا يسمون يوم التروية التروي، كانوا يتروون بالماء. لماذا؟ الأول منها ما فيها شيء، جبال صماء ما فيها ماء، ما فيها شيء أصلا، لا في زرع لا فيها، فكانوا يتروون يتزودون بالماء، فسمي يوم التروية. فينطلق الناس والبيبيت في يوم التروية في ميناء هو سنة. فإلى الآن هو أدى الإحرام الواجب عليه ودخل بالنسك والركن، ثم بعد ذلك الآن هو ذهب إلى ميناء، هذا أمس، وباتوا في ميناء وهو سنة، ثم انطلقوا الآن إلى أداء الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. اليوم هذا اليوم، وهذا اليوم هو يوم عرفة، يعني إلى مغيب الشمس وإلى أذان الفجر. لكن سوف يكونون على جبل عرفة، على جبل عرفة أو في أي مكان في عرفة. أي مكان في عرفة. ولذلك بعض الناس إلا أن يصعد هذا الجبل، جبل عرفة. طيب يا جماعة، عندك زوجة وعندك حرمة وعندك أم، أو قد تفارق يعني رفقتك التي في الحملة، ربما تضيع، ربما تتعب، لربما، فالإنسان يبقى مع الجماعة ويد الله مع الجماعة. يعني مشهد عظيم يا أستاذ سهيل، يعني حقيقة الناس في هذا اليوم وهم يعني يرفعون الأكفة إلى الله عز وجل، والله يباهي بهم ملائكة. لماذا جعل فضيلتك اليوم هو يعني الركن الحج عرفات؟ صحيح، يعني هو هذا اليوم، علما أن هناك خطوات قبل وخطوات بعد. لماذا جعل عرفات هو الحج؟ والله يعني التمس العلماء حكم كثيرة جدا، ولكن لربما ما يكون فيه من إقبال الناس إلى الله عز وجل والتجاههم بالله عز وجل، فجعل هذا المكان هو يوم عرفة. بهل له وجود آدم نزول كما يقول تعرف آدم وحواء في هذا المكان، له ارتباط؟ هل له ارتباط بطهارة بقعة هذه البقعة وقدسية هذه البقعة؟ فالله عز وجل جعل هذا المكان، الناس يأتون إلى هذه البقعة ويدعون الله عز وجل ويلتجئون إليه. وكذلك يقولون العلماء أنه ربما جعلها الله عز وجل هي رحمة إلهية ونعمة ربانية. الله عز وجل امتنع العباد في هذا اليوم حتى يعطيهم ما يتمنون وما يريدون، فيرفعون الأكف إلى الله عز وجل مبتهلين، مكبرين، متذللين، خاضعين. سبحان الله، الحج عرفة، يخرجون من ذلك اليوم قد عتقت رقابهم وغفرت ذنوبهم، يذهبون وقد تبدلت أحوالهم، تجد تلك العين الدامعة، وتجد القلوب المنكسرة، تجد تلك الأرواح قد تطهرت وأعلت،
وسمت بأخلاقها بإنسانيتها، تجدهم على قلب رجل واحد، يخرجون من ذلك المكان وهم قد ارتمست على وجوههم تلك الابتسامة الرائعة، أن الله عز وجل قد من عليهم بأداء هذا النسك. ما أن تغيب الشمس وإلا ترى هذه الوفود الطاهرة النقية خرجت من ذلك المكان إلى مزدلفة، ويبقون في مزدلفة إلى منتصف الليل، فيخرج الضعاف والنساء وكذلك الإنسان في رفقة حملة وغير ذلك، يبقون إلى بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل ينطلقون إلى رمي جمرة العقبة الكبرى، يقفون عندها ويكبرون. المملكة جزاهم الله ألف خير يقدمون ما يقدمون يعني، وفي كل يوم هناك تطوير جديد على ما يقدموه لضيوف الرحمن. نحن خضنا معك فضيلتك عن ما يحدث من يعني، تكلمنا عن وقفة عرفات وعن رمي الجمرات، ولكن دعني أعود بك، سوف نعود لرمي الجمرات. أود أن أسألك عن الأضحية. اليوم هناك البعض يقول لك أنا أعرف طريقة الذبح الإسلامية وأريد أن أذبح في البيت، بينما توفر الدولة المسالخ الخاصة وبأسعار زهيدة، يعني هو مجرد مبلغ صغير. صحيح. ومن برأيك ما هو الأفضل؟ يقول لك أنا أريد أن أطبق السنة بحذافيرها، أذبح بيدي كما ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم. هو جميل أنك تمارس أنت عملية الذبح وتحيي هذه الشعيرة في بيتك وأمام أبنائك ويتعلمون، لكن عندنا نحن كذلك قوانين التي رسمت ووضعت في هذه الدولة حفاظا لك وحفاظا لأبنائك وللصحة العامة. والأمر الآخر الآن الحيوانات هذه التي تأتي البهائم، يعني لا تعرف ما فيها من أمراض صح وما فيها من علل، فهناك الآن يهتمون عناية بك وبأسرتك، فهناك المكان المرتب والنظيف، والأمر الآخر يأتي الطبيب ويعاين ذلك تلك الذبيحة وينظر ما فيها وتغلف وترسل لك أو أنت تستلمها وبكل يعني سهولة ويسر، لكن في بيتك أولا لا تعرف ما به من علة ومرض. الأمر الثاني ماذا، كيف تتخلص من بقاياها من بعد ذلك، وإن سترميها وما سيترتب عليه. فلذلك الإجراءات التي الآن جعلت، أنت المستفيد الأول في هذا، تسهيل هي للتسهيل عليك يعني، فلذلك الإنسان يتقيد بهذا الأمر، وهي من الأمور التي لابد الإنسان أن يأخذ بها. طيب الأضحية، نفس الأضحية كيف تتم عملية اختيارها وكم عمر الأضحية أيضا؟ الأضحية طيب هي من بهيمة الأنعام، هي من الإبل والبقر والغنم، وجعلت لها أعمار، هي السنة من الغنم ومن الخرفان خلاف العلماء هل هي 6 أشهر أو سنة، ولكن عند المالكية هو سنة، لكن أقل مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. يختار الإنسان ويختار أجمل على حسب قدرته وأفضل ما يجد، ما تذهب تقول والله اختار، لا مو مشكلة اختار لي أي ذبيحة ويب أي أضحية، لا اختار الأنقى والأجمل. حتى الصحابة كانوا يصفون أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كبشين أملحين ينظران في سواد ويطأن في سواد، يعني حتى في بعض البلدان العربية يطلعون قدر مستطاع وصف الأضحية التي ضحى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبيعونها بأغلى الأثمان لأنها مشابهة للكبشين التي ضحى بها ما الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذبحهم للإنسان، وطبعا هي تقسم 3 أقسام له، فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يأكل هو وأهله وأرحامه وأصدقائه، ويتصدق كذلك للفقراء والمساكين. وجميل أن يراعي الإنسان في هذا الجانب، يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل من أضحيته، كان إذا لا يأكل شيئا، يعني قبل في صلاة عيد الفطر من السنة قبل أن تذهب إلى الصلاة أن تأكل شيئا وأنت ساير إلى صلاة العيد في عيد الفطر. عيد الأضحى من السنة أن تأكل بعد أن ترجع، ومن السنة أن تأكل من ضحيتك، لكن أن ربما غير يتيسر في ذلك. فالمهم هذه سنة إن أدها سنة. إيه. والذبح هو نفسه السنة، يعني نعم. هناك البعض يقول لك والله أنا أولا قد لا أكون مقتدر ماليا، طيب الآن ما نزال في الأضحية، أنا ما عندي وقت أسير مثلا على المصلخ مثلا أو أسير عندي في البيت أذبح، أقدر أني أوكل
أدفع للي هي الهلال الأحمر الإماراتي حتى إنه يقوم هو بعملية الذبح أو في التبرع في هذا المبلغ للذبح. شوف سبحان الله، والله من تيسير رب العالمين لنا نحن الحمد لله أن يسر لنا هذه المؤسسات المعينة لنا، سواء كان الهلال الأحمر أو المؤسسات الخيرية. إذا أردت أن تذبح أنت للفقراء المساكين في الدولة وخارج الدولة وبأسعار، يعني اليوم يتني رسالة 350 450 مبلغ مقابل يعني يعتبر يسير، إلا بعض الناس ربما، لكن هو يعتبر مبلغ يسير. وبالمقابل كذلك هناك تطبيقات يعني فيها يعني موجودة متداولة تيسر لك عملية الذبح، هي أنت اللهم تتواصل معها، هي تختار لك وهي تذبح لك وبالاسم. أنا اليوم حتى تواصلت مع بعضها كيف تعملون، قالوا بالاسم، هذه أضحية فلان حتى عند الذي يذبح، هذه باسمه هو، يعني حتى يكون يعني بذلك متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بماذا توصي كل من يتابعنا اليوم ونحن مقبلون غدا إن شاء الله عيد الأضحى العيد الكبير، وخصوصا من لديهم شحناء؟ هناك بعض العائلات من ترى هناك يعني في قطيعة بينهم، يعني هو هذا أهم شيء حقيقة في العيد. ماذا توجه لهؤلاء الناس فضيلة الشيخ من كلمة؟ أنا أوجههم أولا أن يستغلوا هذا اليوم بالإقبال إلى الله عز وجل، وأن يكثروا من ذكر الله عز وجل ومن التكبير ومن الدعاء. والله أن السعادة وأن من السعادة أن الإنسان يستغل هذه الأيام في التقرب من الله عز وجل، يكثر من ذكر الله، يكثر من الدعاء، ويلح في أن الله عز وجل يعفو عنا ويتجاوز عنه، وأن يحفظ هذا الوطن وأن يحفظ قيادة هذا الوطن. هذا حق واجب علينا، علينا أن ندعو الله عز وجل يحفظ قيادتنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يحفظ هذا الوطن، يدعو له ولأهله. وتذكرت مسألة هامة جدا، يعني كم من شخص حريص أشد الحرص على طاعة الله عز وجل وعلى أن يستغل هذا اليوم في الطاعة حتى غدا، لكن بينه وبين أخيه وبين عمه وبين خاله وبين أرحامه شحنة وخصومة. طيب كيف يرفع لك العمل؟ كيف يرفع لك العمل وأنت مخاصم ذلك الإنسان؟ أنت هذه الأعمال التي تؤديها ومبرات التي أنت تقوم بها مع ذلك لا ترفع، لماذا؟ لأن بينك وبين فلان تلك الخصومة وذلك الشحناء. أصلح ما بينك وبين فلان، وخيرهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسلام. ولذلك الإنسان يسعى ويبادر، قد يقول وقال يا والله كما أبادر أنا، يا أخي أنت تتعامل مع الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فنكثر من طاعة الله عز وجل في اليوم الآخر، في يوم الأضحى، في عيد الأضحى نصلي هذه الصلاة ونشهد تلك الجماعة العظيمة، ثم من كان يضحي فعليه أن يضحي ويستغل هذا اليوم بالذكر وبكذلك بالفرح، يدخل الفرحة على زوجته، على والديه، على أهله، على أرحامه، حتى على الفقراء والمساكين، يدخل الفرحة والبسمة على وجوهه. وهي هذه هي مقصد الدين الرئيسي. فضيلة الشيخ طالب محمد الشيحي المستشار في الشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك سيدي على حضورك وتلبيتك دعوة التلفزيون. الله يحفظك.